وعليكم السلام. انت دابا اليوم تتحضري في هذا الاحتفال باليوم العالمي للممرض، انت كممرضه ومولده مستشفى الحسن الثاني، شنو هو شنو يستفيد في هذا اليوم؟ اسم كريم صمودي عتيقة، مولدة بمستشفى محمد الحسن الثاني بخريبكة. المهم تنشكروا البنات اللي نظموا هذه التظاهرة المزيانة ديال اليوم العالمي، مسؤولين ديال المستشفى، وكان استفدنا بصحة تطورنا. نعم تفضلي يا شو استفدتوا انتوما كممرضات قدام، استفدتوا على الخبرة، شو ضاف لكم؟ كانوا دي تام مفيدين وسطات تبدل الصراحة. واش مشيتوا بشي حاجة في مشينا بزاف. شنو شنو الضاف عندكم؟ ضاف بزاف الحوايج. بالنسبة حنا خدمنا من 78 بالمقارنة. اسم كريم بعدا اسمك؟ ساري فاطمة. ساري فاطمة. فاطمة شنو هو اللي استفدتي؟ استفدت بزاف الحوايج ملي خدمنا حنا، كان شكل دابا بزاف الحوايج تطوروا ولا الممرض عطاو قيمة أكثر. عطاو قيمة دابا أكثر، ولا الستاتي تبدل، ولا تيترقاو دغيا على الصعيد العالمي ولا مزيان. نعم نتوما ربما في القدم ديالكم عانيتوا مشاكل. عانينا مشاكل، كان تيشوفوا الممرض بانه شي حاجه ما كاين والو، الممرض تيدق البرا وصافي. دابا ولات عنده انفار. دابا لا دابا ولا عنده انفار. من ولا الدكتور ممرض مزيان بزاف، مزيان للممرض ولا للناس. اذا مشيتوا ساتيسفيت؟ مزيان مزيان، وتبارك الله على البنات الجداد اللي غيستافدوا من هذا الشيء، وحنا ما بقى لنا والو. الحمد لله. فوار كوما بريس بانكو، شوفوا جريده الخبر الجماعي. شكرا. ولا هلي خطيك. شكرا.